اهلا بيكم يوتيوب، وصباح الخير وصباح التفاؤل عليكم كلكم. النهارده هعمل لكم فيديو اتطلب مني وناس كتير سالتني عليه عشان كانوا عايزين يعرفوا رايي في الارواج بتاعه كلر بوب. انا جبت لكم مجموعه كبيره اهي من الارواج بتاعه كلر بوب، مجموعه كبيره قوي عشان اوريكم كل الالوان اللي موجوده. طبعا دي مش كل الالوان اللي موجوده يعني، بس حاولت اختار من كل كاتيجوري لون معين عشان اوريه لكم واوريكم الفانيشنج المختلف للالوان اللي موجوده واعرفكم عليها واقول لكم رايي فيها بصراحه. لو عايزين تعرفوا الالوان تتعرفوا على الالوان وتتفرجوا عليها وتشوفوا السواتشز بتاعتها وتعرفوا رايي فيها، ما تنسوش تدوسوا على الزر الاحمر اللي تحت الفيديو علشان تعملوا سبسكرايب للقناه وتوصلكم كل الفيديوهات الجديده وتبقوا جزء من اسره قناه هامس ستايل. ويلا بينا نشوف الفيديو. الاول احب اكلمكم بشكل عام عن الارواج بتاعه كلر بوب. الارواج بتاعه كلر بوب بتيجي زي ما احنا شايفين كده، عباره عن قلم ابيض فاخره من تحت اللون اللي هو بيبقى فعلا لون قريب جدا للون الحقيقي بتاع القلم من جوه. بلاستيك، وعباره عن بلاستيك، وبيبقى مكتوب هنا الاسم بتاع الماركه اللي هو كلر بوب. اوكي، في فينشنج كتير للأرواج دي، في منها مات وفي منها بيبقى في ساتن وفي كمان جلوس، في جلوسي والترا جلوس. انا طبعا اللي جبته لكم هنا هو المات والساتن، لان انا اصلا ما بحبش الفانشن الجلوسي، لان بحس ان انت ممكن تجيبي ساتن مثلا وتحطي عليه جلوس توصلي للفانش ده من غير ما تكوني شارياه جلوسي. غير كده كمان ان ساعات كتير الحاجات الارواج اللي بتبقى جلوسي بتبين العيوب اللي موجوده في الشفايف، يعني لو في مثلا في شفايفك حاجه حته ناشفه مثلا او اي عيوب موجوده فيها بتبينها قوي لو كان روج جلوسي او هايبر جلوسي. فالفانشنج اللي انا هوريه لكم هنا هو فانشنج مات وساتن بالنسبه للارواج اللي انا هوريها او اللي انا اخترتها. يعني اللون من جوه زي ما بنفتح بنلاقي اللون من جوه زي ما احنا شايفين كده، اللون ده هو نفس اللون اللي موجود تحت في القلم من تحت زي ما احنا شايفين كده. هوريكم دلوقتي سواتش ليهم للالوان، وبعد ما اوريكم سواتش للالوان هقول لكم رايي فيهم واقول لكم رايي في المات وهقول لكم رايي في الساتن وهقول لكم رايي في المنتج بشكل عام. ويلا مع بعض نشوف السواتش. كل قلم هوريكم السواتش بتاعه، هكتب لكم اسمه على الشاشه وانا بعمل السواتش بتاعته. يلا بينا على السواتش. اول سواتش هعملها لكم للقلم ده اللي هو مات فينش واسمه كليك. هو عباره عن لون احمر مدي على اورنج شويه، يعني احمر برتقاني. السواتش بتاعته زي ما احنا شايفين اهو، ده السواتش بتاعته. هحاول ابعد عشان اوسع مكان اكبر. السواتش بتاعته زي ما احنا شايفين كده، ده اللون بتاعه. هحاول اوضحه، ده السواتش بتاعه، ده اسمه كليك ومات فينش. بعد كده اللون اللي عندي اسمه سكاندي ولونه زي ما احنا شايفين كده وهو ساتن فينش. السواتش بتاعه اهو، ده اللون وده ساتن فينش. اللون اللي معايا بعد كده اسمه هارت اون وبرده هو ساتن فينش، برده السواتش بتاعه اهو. ده لونه. اللون اللي بعد كده معايا اللي هو فلولس لونه زي ما احنا شايفين كده وهو ساتن فينش، والسواتش بتاعته اهي، هو عبارة عن لون موف غامق زي ما احنا شايفين كده. دي الالوان. اللون اللي معايا بعد كده اللي هو فيتش اللي هو لونه زي ما احنا شايفين كده، والسواتش بتاعته هو الفيتش بالمناسبة ساتن فينش برضو. السواتش بتاعته اهي، ده لونه. اللون اللي معايا بعد كده هو لون نود اسمه لومير اهو، لونه زي ما احنا شايفين
مش عارفه اذا كانت الكاميرا بتفوكس على اللون ولا لا، بس هو لونه زي ما احنا شايفين كده. يعني انا بحاول ان انا اخلي لون واضح على قد ما اقدر شكله بالشكل ده. السواتش بتاعه اهو ده اللون، هو لومير. ولومير مات فينش. اللون اللي معايا بعد كده اللي هو برينك هو لون نيوت. هي الكاميرا مش عايزه تفوكس على الكتابه اللي عليها، بس انا هوريكم اللون، وهو عباره عن مات فينش. ده اللون بتاعه برينك، تمام اهو اللون ده برينك وعباره عن مات فينش. اللون اللي معايا بعد كده هو عباره عن ساتن فينش واسمه فانكي. اللون ده من الالوان اللي انا بحبها قوي. ده السواتش بتاعه، ده لونه، ده السواتش بتاعه. وزي ما قلت ده ساتن فينش هو الفانكي. واخر لون معايا النهارده اللي هو جرايند، وهو لون موف وساتن ومات فينش، سوري مات فينش. وده السواتش بتاعه، هو عباره برده عن لون موف مات، ده لونه. دي الالوان بتاعه الارواج السواتشز بتاعتنا. هاجي بقى اقول لكم على رايي فيها. رايي في الارواج بتاعه كلر بوب ان هي ارواج ممتازه، بس فيها حاجه بالنسبه طبعا بالنسبه للساتن وبالنسبه للمات اللي انا استخدمتهم. انا شايفه من وجهه نظري ان الاثنين كويسين، سواء كان ساتن او مات. الاثنين الفينشينج بتاعهم كويس على الشفايف، بس الناس اللي ما بتحبش الارواج تكون تقيلة على بقها شويه، او ما بتحبش احساس الروج التقيل، مش هيعجبها الارواج دي. الارواج دي احساسها تقيل شويه على الشفايف لما بتحطيها، لكن صراحه ثباتها قوي جدا، يعني هتثبت معاكي فتره طويله جدا، ممكن حتى مع الاكل والشرب يفضل لون على شفايفك. فدي حاجه من الحاجات اللي انا حبيتها قوي فيها. سعرها مناسب، يعني سعرها مش غالي. انا عشان شاريها من امريكا، فهي انا شاريها بسعر اللي هي بره، لكن في مصر ممكن، وفي الدول العربيه سواء في مصر او في الدول العربيه، بتبقى موجوده عند تاجرات على الانستجرام، او في ويب سايت معينه ممكن تكون بتباعها، انا مش عارفه قوي. بس اعتقد ان سعرها حتى، يعني لما شفت سعرها عند التاجرات اللي موجودين على الفيسبوك او على الانستجرام، لقيت سعرها معقول، خلاص تستاهل الصراحه الفلوس اللي بتدفع فيها. طبعا انا بتكلم بالنسبه برضو للمات وللساتن. انصحكم بيها، انصحكم تجربوها. لو حابين ان انا اعمل لكم فيديو عن الارواج بتاعه كلر بوب اللي هي الليكويد لابستيك، اكتبوا لي تحت في الكومنتس وانا اعمل لكم فيديو عنها. وكمان لو حابين ان انا اعمل لكم فيديو عن اللاينرز بتاعتهم، برضو اكتبوا لي في الكومنتس تحت وانا اعمل لكم فيديو عن اللاينرز بتاعه كلر بوب او اي منتج انتم حابينه، اكتبوا لي بس عنه في الكومنتس تحت، وانا هبقى سعيده جدا ان انا اجيبه واجربه لكم واقول لكم رايي فيه. من هنا الفيديو الجاي هتوحشوني قوي، يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، تدوسوا على الزر الاحمر اللي تحت الفيديو علشان تبقوا جزء من قصه القناه وتوصلكم كل الفيديوهات الجديده. وان شاء الله اعمل لكم كل الفيديوهات اللي تعجبكم، واعمل لكم افكار جميله، وهعمل لكم كمان تحديات. والقناه ان شاء الله هتعجبكم جدا في الفتره اللي جايه، لان فيها افكار جديده وتحديات جديده. ومن هنا الفيديو الجاي هتوحشوني قوي، اشوفكم الفيديو الجاي، باي.